كانت مهمه بكل تاكيد اكيد طبعا يعني ماتش اهلي وزمالك انا قبل تكلمني على البطوله بس عشان في حاجه دلوقتي وانا بكلمك لاحظتها هو محمد الشناوي؟ ناس كتير قوي بتقول لي الموضوع ده صح دي حقيقة اه يا آه جماعة ده احنا جايبين بقى جاي. النسخة الثانية من محمد الشناوي انا بحبه جدا كمان دي يعني. حراس كبار يعني ربنا يخليك اه ناس بيقول لك في الاهلي انت محمد الشناوي اه يعني اوقات كتير مثلا ببقى خارج من النادي ولا حاجة ماشي بركب العربية وكده فهو بييجوا جنبي على طول جنب العربية فاكرني هو وكده و... اه معاك معاك كابتن محمد الشناوي اه آه, اه يعني من بعيد كده شايفني وفي النادي حتى لو انا ماشي بالليل مثلا كده طالع غرفة الملابس كده في اعضاء برضه بيفتكروني هو محمد ماشي. شناوي نفس الاستايل بقى والطول وكده والشكل جد. شويه حلوه جدا حلوه جدا انا بحبه جدا اصلا يعني بتحب محمد اه جدا طب قبل ما اكلمك على البطوله طيب انت ليه حارس مرمى كره يد؟ ليه مش حارس مرمى كره قدم؟ بدات ازاي معاك القصه دي؟ هو انا اصلا موضوع انا العب كره يد هو جه معايا بالصدفه يعني انا كان في زمان في الوقت بتاع المدارس زمان ان هو كان في انديه بتنزل تختار اللعيبه من المدارس م -م. وطبعا هم جم عندي المدرسه وكده وشافوني طويل بقى وكده فهو ساعتها كان في نادي الترسانه آه الموضوع ده انا بدات فيه مم فانا بدات العب هندبول من هنا واول ما بدات انا ما كنتش حارس مرمى اصلا كنت لاعب عادي في في الفريق كنت باك ليفت اه اول ثلاث شهور تقريبا بدات باك ليفت ووقفت حارس مرمى بالصدفه كان الاجوان غابوا في اليوم ده كلهم آه الفريق كان عايز يلعب تقريبا تقسيمه او حاجه كده ودفعوا هجوم فكنت انا جدد واحد في الفرقه يعتبر شويه فوقفت جون بقى اه اللي هو خش انت اه خش بقى آه في جون بقى خلاص آه كنت لسه بتعلم يعتبر عارف انا كانوا بيعملوها فيها احنا صغيرين بنلعب <applause> في الشارع <applause> اه اللي ما بيعرفش يلعب ده خش, خش, خش او لسه جديد معانا خش هو في جون لسه انا بقى بتعلم جديد فدخلت آه بقى وقفت فهم آه آه <applause> لقيت اصلا كورتين جم فيا وانا ما م... <applause> لسه ما اعرفش اي حاجه قالوا لي بس انت هتبقى جون الفرقه بقى خلاص بقى ابتديت <applause> بقى ساعتها اتمرن بقى خلاص بقى, أه سبحان بقى سبحان الله في الموضوع ده سبحان الله وكنت بادئ في الترسانه <applause> بعد كده؟ انا <applause> بدات في الترسانه قعدت ثلاث سنين بعد كده انتقلت لنادي الجزيره <تصفيق> <تصفيق> ده قضيت فيه اكتر وقت بقى في الهاندبول حوالي 14 سنه بعد كده 14 سنه مشيت في نادي الجزيره تقريبا 2016 رحت لمده موسم في نادي 6 اكتوبر ومنه طلعت على نادي الجيش من الجيش بقى طلعت على نادي المعادي سنتين لفيت لفه حلوه يعني ومن المعادي بقى سافرت بره كنت بلعب في التشيك بره احترفت ورجعت حلو. على الاهلي بقى على الاهلي اه حلو المشوار ده لا انا بقى لي 21 سنه بلعب كره يد بس لسه صغير برضه انا عندي 10 سنين 31 سنه, سنة آه بالنسبه للاجوان لسه لا لسه على المشوار دوت مشوار واحد كبير انت لسه صغير يعني على المشوار ده؟ ما هي عشان خاطر الموضوع كان ليه علاقة شوية بس ان هي خطوات انا كنت باخدها عامة في حياتي يعني, آه. يعني انا كل انتقال ليا كان بيبقى ليه غرض معين ان انا اوصل بقى المكان مثلا اللي انا فيه دلوقتي او كده عجبني القصه دي قبل ما نتكلم على الصوره كنت <applause> انا على على طول بس إيه لما جالك بقى عرض النادي الاهلي جالك امتى وازاي وحصل ايه يعني التفاصيل وانا كنت, كنت إيه؟ سافرت في اول حاجه احترفت في التشيك من خاطر من الميعاد يعني رحت على التشيك وكده عملت موسم كويس هناك انا كنت مقرر ان انا اقرر يعني عايز اكمل بقى بره وكده هايل بس طبعا انا بالنسبه لي الاهلي يعني انا من وانا صغير اصلا يعني اهلاوي اهلاوي شديد شويه يعني م -م. انا واهلي عامه اهلاوي يعني. جديد ولا اهلاوي عشان بلعب في الاهلي لا لا شديد في, نوعيتين لا لا أنا شديد انا اصلا و... أهل. اسرتي اصلا كلها اهلاويه وانا اهلاوي اصلا من وانا صغير يعني حتى ليا صور كتير وانا بروح الماتشات وانا صغير مع الجمهور بقى وكنت اروح لوحدي وانا صغير كره, و... ولا كرة اليد. القدم ولا كنت كره القدم كره القدم اه وكره اليد لما الجمهور ابتدى يروح وانا بلعب اصلا كره يد آه. كان في وقت من الاوقات كده بعد الكوره في حصل فيها مشاكل شويه والجمهور ما بقاش يروح ماتشات الكوره فبتجه شويه لكره اليد صح والعاب الصالات وكده صحيح فأنا عادة كان بيبقى مثلا تمريني في كنت ساعتها في وقت ده في نادي الجزيرة أوه. بيبقى قبل ماتشات الأهلي في اللي هي في الصالة بتاعة الأهلي وكده الجمهور بيحضر كنت بخلص التمرين بتاعي وكنت بروح ماتشات الاهلي اصلا خلص يعني تخلص م... تمرينك <تخلص تخلص تخلص> مع الجزيره وتروح تتفرج آه كمشجع للماتشات الاهلي اه دي حقيقه كنت بروح بقى في وسط حد كان بيعرف القصه دي ولا كان لا لا بس كانت كان صحابي اللي في الفرقه بقى عارفينه وكده بس يعني ما كانش ناس كتير عارفه اه بس النادي هيزعل شويتين كده آه يلا انت بتسيبنا لله بس هم كلهم كانوا عارفين يعني طول عمري في في اي نادي بلعب فيه الناس كلها عارفه ان انا اهلاوي يعني الموضوع